الفرق الافريقيه انها بتادي افضل بره ارضها. يعني لما لعيبه زي ديت ظهرت بمستوى سيء شويه على المستوى الفني هناك في النيجر، اعتقد ارضيه الملعب والاجواء وبيلعب قدام النادي الاهلي خلاص مش خسران حاجه، فتتوقع ان المستوى الفني هيبقى اعلى، ما عليهوش ضغوط، الاجواء افضل، الارض افضل، فهو بالتالي بيلعب قدام النادي الاهلي، فاكيد لازم تتوقع منه اداء فني افضل. على المستوى الاخر فريق النادي الاهلي داخل على المباراة أكيد طبعا مركز وعايز يعمل نتيجة، وأنا دايما بقول إنك دايما المباريات زي ديت ممكن تبعت بيها رسائل معينة، إنك لو تكسب بسكور وبتأدي أداء كويس جدا أنت بتبعت رسالة، لا النادي الأهلي قوي، لما تكسب إن شاء الله نكسب مثلا 4-0 والنتيجة تتذاع بره، ده بتأثر بالإيجاب على معظم الفرق اللي داخلة وبتأهلك كمان نفسيا أفضل لدور المجموعات. هو كابتن هاني يعني زي ما تفضلت بتقول يعني ان تدي رساله، المدرب برضو بيلعب هذه المباراه وهو في صراع، صراع انه عاوز يكمل افريقيا وصراع ان هو عنده الدوري بعدها بثلاث ايام وصراع ما بعد كده في ايه. اذا هو عنده بطولتين وعنده المباراه اللي بعد كده مباراه برضو لا تمثل انها مباراه سهله او مباراه في الدوري او كده، مباراه سيراميكا، وبالتالي عنده لعيبه عايز يعمل لهم التدوير المناسب صحيح. لبعض اللعيبه ان هو يريحهم، وبعد عنده برضو مشاكل في التشكيل، ان لعيبه لسه جايه من كورونا، لعيبه جايه من اصابات، لعيبه جداد موجودين، ففي نوعيات كتير من اللعيبه، لا اما جديد، لا اما ان هو كان في اصابه، لا اما كان في كورونا، لا اما يعني في تشكيله كده. الحاجات دي ما بتديش استقرار والهارموني بين الفرقه، ان مثلا ال 11 هيكملوا 11 هيطلع اثنين ويخش كده، فهو مجبر انه يغير، ومش بيغير لعيبه وحشه، فاللعيبه بتبان كافراد حلوه. يعني انت لما تقول التشكيل كأفراد حلوين كلهم على حدة كلاعب، أيوة. أما المشكلة بقى في الربط بينهم، هو ما بيلاقيش الفرصة إن فرقة تلعب ماتشين ورا بعض بنفس التشكيل، مش بمزاجه. يعني عملية الروتيشن دي يا كابتن مهمة، لكن أنا بتكلم إن يعني طول ما أنت عندك قماشة كبيرة وكل ما كنت عندك لعيبة مميزة في كل المراكز بالظبط، أكيد وحضرتك مدير فني يمكن اشتغلتها، وكابتن ماهر همام بتحس الموضوع يعني الصعب اللي انت بتتمناه، انك مش عارف تدخل مين خرج مين. لكن على المستوى زي ما حضرتك قلت يا كابتن فتحي، هو اعتقد بيفكر في الماتشين، ان انت عندك مباراه سناديب بعديها بثلاث ايام مباراه سيراميكا. فالروتيشن ده من خلال رؤيته للماتشين، يعني هو عايز يشكل فرقتين في خلال اربع ايام. صحيح. يبدا بمين مثلا؟ دي فرقه كانها شوط اول ال 90 دقيقه، والشوط الثاني هيعمل بمين؟ فهي دي اللي هي هتخليه معادله صعبه، ولكن هو قادر على، بس هو مضطر. لاول مره برضو بنلاقي ان المدرب بيتحط في هذه الظروف اللي هو يتحط فيها، ان انا عندي مباراه ثانيه وعندي مشاكل، مش مشاكل اللاعبين، عندي اصابات اللاعبين والبلاء اللي هو يعني الدنيا ربنا ان شاء الله يخلصنا منه يا رب. الكورونا ده يعني انت شوف كام لاعب دلوقتي هم موجودين غير اللي مش هنا. طب اللعيبه عايزه، فعشان كده الناس بتقول انا يمكن بحاول افكر للماتش الاخير في الدوري الفرقه مش مربوطه قوي، لانهم اول مره بهذا التشكيل يلعبوا بيه. فأول مرة ليه؟ لأن هو المدرب مضطر. صحيح. هو ما لعبش بالتشكيل اللي هو ممكن يلعب بيه أساسي آخر مباراة مثلا. صحيح. اللي هي بتاعة الاتحاد ما لعبش بيها وغير واحد ولا اثنين، ده هو اضطر غير شكل الفرقة. فأنت بتشوفوا عليهم إنهم أفراد كويسين كلاعب، كل لاعب لوحده في حتته، بس أداء اللاعب بقى في الدور ده ومواهامه الخططية ومدى تنفيذه ومدى توفيقه في هذه المباراة ومدى توفيق الحكم، هو ده اللي بيختلف من مباراة لمباراة.